سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين اليوم ان شاء الله. اش لكم الكرداس؟ انتما شوفوا الكرداس، انا خليته للبنات 8 ايام اللي خليته، 8 ايام بالحساب. هذا الكرداس وهذا القديد، شوفوا كي كيجي يبسو مزيان. ملي كيبسو كنديرو بحال هكا في شي شبيكه صافي. هذوكم اليوم ان شاء الله بعد ما وريت لكم غادي نصيب به وحطوا يجين، كيجي تبارك الله واعر. هاد الدياله شي نهار ان شاء الله غنصيب بها الكسكسو وغنشاركها معكم، حيت ضروري كتجي فيها الكسكسو، حيت كتكون فيها الشحمه بزاف ما كيليق لها غير الكسكسو. وهانتوما شوفوا اللحيمات كي كيجيو، يعني كيبسو مزيان. هانتوما ان شاء الله انا غنشارك معكم اليوم ان شاء الله غندير به الغدا. انا هاد الفيديو البنات راه سجلته لكم في العشيه، بالنسبه للبنات اللي كيديروا بحال هكا الكرداس ضروري الكرداس خاصو يترقد ليله كامله، ليله كامله ترقدي بحال هكا تقولي بحال هكا. غدا ان شاء الله غندير واحد الطويجين ديال الكرداس، غادي تنوضي غادي تجيبي الماء. هانتوما البنات انا درت واحد جوج قديدات واحد جوج كرداسات وغندير واحد القديد. حنا ما كاينش، انا غير انا وليداتي، ما كاينش عندنا حتى شي حد، صافي كنرطبو بحال هكا بالماء. هانتوما الشيء كرطبو بحال هكا بالماء، درت واحد ثلاثه كرديسات وجوج قديدات، ندير كاع ثلاثه ندير ثلاثه القديدات ثلاثه الكرداسات، كيجي زوين البنات. واللي كيبقى لنا هذا راه كنشدو وكنديرو واحد البلاستيكه وكنديرو في الثلاجه. هانتوما البنات شوفو بعد ما درنا بحال هكا كنشدو بحال هكا كنرقدو بحال هكا، بعد حنا كنرقدو كيطلع لنا بحال هكا فوق الماء، كنشدو واحد الطبسيل وكنحطوه من فوقه باش كيبرك لنا بحال هكا على دوك القديدات صافي. وكنخليو حتى الصباح وان شاء الله غادي نتلاقى معكم، حيت غنصيفو ان شاء الله واحد الطويجين للغدا. هانتوما البنات شوفو كي كيولي كيطلق الراس، وغير داك الماء اللي درتو كتشديه بحال هكا وكتغسليه بحال هكا وكتعصريه مزيان. هانتوما ضروري كتشديه بحال هكا كتعصريه مزيان، شتي صافي. بعد ما كنشد بحال هكا الكريديس بحال هكا، تاهو كتشدي هاد القديد بحال هكا ها، وكتعصريه مزيان عاوتاني من الماء صافي. وكنديرو بحال هكا في الطويجين ديالنا. هانتوما غنتوما غادي وبحال هكا الكرداسه راه كتشديه بحال هكا كتبقاي دير ليها بحال هكا بشويه بيدك، بحال هكا تبقاي تمعسيها باش كيتبقى يخرج منها كاع داكشي اللي كيكون شويه لداخل. وهذا البنات راه ما غاش نديرو فيه الملحه، ما ديروش فيه نهائيا الملحه. انتما واخا تبيتوه مرطبينه ما ديرو فيهش الملحه اللي عطيتكم. بالنسبه لك الناس اللي صايب الكرداس اللي بحال هكا اللي حطيت انا، ما غاديش نديرو الملحه نهائيا فيه، حيت دابا غادي نديرو غير حيت كنت تبارك الله مالح، واخا بيت مرقد راه كيبقى شاد الملحه. غنغسلو بحال هكا وغادي نقاد العطريه ديالتي، غادي نجيب الطاجين عندي انا غادي نطيبو عال فاخر ان شاء الله. ملي يكون دابا تبارك الله مع العيد كاين، كان العيد وخدينا الفاخر بزاف تيكون الفاخر، علاش لا ما نطيبوش على الفاخر؟ وكيجي واحد المذاق، واحد المذاق البنات والله الا راه كيجي واعر، ما شهيتكم فيه الا راه كيجي اخوتي الطب والله الا واعر. ان شاء الله انا غندير واحد شويه ديال الزيت، شي جوج شي ثلاثه المعالق بحال هكا كبار تاع الزيت، حسن هو راه غادي عقب يطلق الشحمه صافي. هي هذوك وما غاديش ندير فيه الملحه، نتاكد لكم على الملحه. الملحه ما ديروش فيه الملحه نهائيا، حتى كنقادو الخضره عاده كنديرو فيه الملحه. غندير واحد شويه ديال ملون اصفر، وغادي ندير شويه ديال الابزار، راس معلقه ديال الابزار، وغادي ندير فيه الخرقوم، هانتوما راس معلقه ديال الابزار اللي غادي ندير فيه صافي هذوك. وغادي ندير واحد راس معلقه ديال الخرقوم وسكينجبير، هادو هما التوابل اللي غادي نديرو فيه. وغادي نديرو فيه واحد الفصوص تاع الثوم، واحد سميتو غنحكو فيه تا هو الثومه صافي. وغادي نردوه كيطيب على سميتو على الفاخر ديالنا. انا غادي نديرو دابا غادي نردو فوق سميتو هذا، غادي نردو فوق البوطه بين ما يشعل لي الفاخر. انا درت الفاخر يشعل، غير يشعل لي الفاخر صافي، ونهز الطاجين ونحطو فوق سميتو، نهزو نحطو فوق. هانتوما عندي واحد ثلاثه رصوص تاع الثومه، واحد ثلاثه الريوس تاع الثومه غنحكم مزيان تا هما صافي. ما ندير لا قزبر لا معدنوس حتى حاجه، راه كيجي واعر البنات، كيجي واعر. خاصنا عرفتي ضروري البنات نقليو، تيتقلى هذا ما نرويه باش نخشطو بحال هكا، نحطو الطويجين فوق البوطون ضروري خاصنا نقليو باش كيجي تبارك الله هاد الطويجين واحد المذاق فيه راه ما نقول لكمش. هانتوما البنات بعد ما درناه فوق البوطه، هانتوما هو كيبدا يتقلى. بعد ما تقلى انا دابا غير شويه وغادي نحيد، ما درت فيه لا ما لا حتى شي حاجه، غير هذاك سميتو دا خاصو ضروري يتقلى، باش ملي كديري ديك الخضره كتعطيه فيه تبارك الله ديك ريحه القديد وداك ريحه الكرداس، كتولي تجي تجي واعره 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 ديك الخضره ملي كتبغي تبارك الله، حيت مع داك الزويته ملي كتطلق فيه ريحه القديد كتجي واعره البنات، كتبقاي بحال هكا تسقي ديك الخضيره ديالك. راه ما نقول لكمش البنات الروايح كي دايرين، والله ما نقول لكم شي حاجه واعره. انا هالبنات اش اللي غنختاج؟ انا غنختاج ضروري ليشو، ليشو زوين. وعندي بصله وحده، وعندي واحد ثلاثه البطاطاس، وعندي واحد ثلاثه خيزويات، وواحد مطيشه، هادو هما باش انا غنخضر الطويجين ديالي. هات ليشو البنات راه كيجيو واعر سميتو هذا، انا بعدا كيعجبني في الكرداس. هانتوما البنات انا دابا درتو على المجمر، هانتوما بعد ما سال ليا بحال هكا قليتو مزيان غادي نشدو غادي نرويه ضروري. احسن حاجه بحال هكا تكوني دايره بحال هكا الطاجين على المجمر، من اللي عندو على المجمر ضروري البنات نديرو الماء يكون سخون، ضروري الماء يسخن ديما بحال هكا. فين ما يكون الطاجين بحال هكا على المجمر نديرو الماء يسخن، الماء فين ما كنرويو كنرويو بالماء سخون. هانتوما شوفو انا رويتو وبدا تيطبخ، علاش؟ حيت الماء سخون
كيبقاو كتما غادي سميتو كطيب لك. انا ان شاء الله غادي ندير بعد ما نقيت الخضره ديالي، راه اي واحد كيعرف ينقي الخضره. بعد ما نقيت الخضره ديالي غادي ندير خيزو، غندير خيزو هو الاول. غتقولوا علاش ما دارش البصله هي الاولى؟ غندير هذه هاد الطريقه المناسبه، بحال الا درتي خيزو هو الاول ما كيتحرق ليكش. اش اللي كتحرق لنا حنا الطاجين؟ البصله ملي كنديروها هي الاولى، ملي كتنزل هي اللي كتحرق لنا وكتلصق لنا الطاجين. اما ملي كتستفي بحال هكا خيزو وعاده كتستفي البصله، عمر الطاجين يتحرق لك. ولكن نقصي البوطه ماشي عاد سمعي سميتها دو دير تطيط نقص بحال هكا على المهم على العافيه، راه ما يتحرق لكش على المجمر، راه ما يتحرقش نهائيا. ديري هاد الطريقه اللي قلت لك، عاده ديري البصيله ديالك راه كيجي زوين ما كيتحرقش كاع، علاش؟ حيت البصله ما كتنزلش للقطع الطاجين، تتبقى معرض لا خيزو الحيمات، تتبقى ترك البارك لا، راه كتجي زوينه. راه ما نقول لكمش اخوتي والله الا كتجي واعره حتى هي. غادي نقطع البصله، بعد ما غنقطع البصل البنات غادي نقطع ندير حتى هو ليشو. هذاك ليشو البنات ملي كنديروه كيهرس بحال مثلا داك ليدام اللي ما كيبغيش مثلا داك ليدام، حيت الكرداسه تكون فيه شحيمات يكونوا فيه سميتو، كيهرس داك ليدام ديال سميتو ديال داك الكرداس معي. تبارك الله هو ليشو الا بغيت تقني بحال هكا ملي كيدير بحال هكا مع اللحم فيه الشحمه ولا شي، كيهرس داك ليدام ديال الشحمه. دابا انا ضروري كنديرو في الكرداس، انا عزيز عليا بحال الا درت شي طويجين بحال هكا بالكرداس والقديد، ضروري كندير فيه سميتو، ضروري كندير فيه هات ليشو. تبارك الله راه كيجي واعر، راه كيجي بحال الزبده، راه ما نقول لكمش البنات، راه كيجي رطب 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 رطب، وداك المذاق كيجي مع المذاق ديال ليشو. جربوه وتشوفوا البنات والله تيجيكم واعر. انا غندير ان شاء الله الطويجين ديال الخضره. هانتوما البنات بعد ما درت البصله انا نقيت ليشو، وغادي نشد هاد الطرف وغادي نديرو على ثلاثه، وغادي ندي بعد ما غنستفو غادي نخليه حتى كيطيح. غير غندير البطاطا، حكي الا خليناه بحال هكا ودرنا البطاطا، البطاطا ما غاديش تزقلنا فوق ليشو. هانتوما البنات كتقسموا بحال هكا، كديروا طريف من هنا وطريف من هنا، صافي هذاك وكنديروه صافي، وكنغطيو الطاجين وكنخليوه حتى كيطيح، ما نديرو ليه لا ملح لا حتى شي حاجه حتى الاخر، حتى نبغيو نديرو البطاطا عاد ندير واحد شويه الملح نملحهم البطاطا. راه والله الا البنات راه جا هو هذاك. هانتوما البنات انا غنسد عليه دابا صافي، وغادي نتلاقى معكم باش نوريكم كيفاش طيطيح. وكنديروا انتما انتما غير شويه مشى لي داك المقطع اللي غنوريكم كيفاش تقطعوا البطاطا، راه كنقطعوها دوائر صافي هذوك، وكنحطوها وكنديروا واحد شويه ديال الملح، راه كتبان لكم الملح فوق ماطشه سمحوا لي بزاف. وهذا الطاجين ديالنا بعد ما طاب، شوفوا تبارك الله كي كيجي راه كيطيب على الخاطر طيطيب. ديروا لي البنات جيم بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش دائما تعم الفائده، والناس جداد اللي ما ابونش في القناه ديالي تابونوا باش دائما يوصلهم الجديد. شوفوا الطاجين تبارك الله ملي كيطيب على الفخر راه كيجي معلق، كيجي تبارك الله راه ما نقول لكم شي حاجه طب، وتيجي زوين. بالنسبه للبنات المعلقه اللي غديروا غديروا معلقه صغيره من فوق الطاجين، والى اللقاء.